حياكم الله مشاهدي قناة الجزيرة مباشر نحن الآن في تجمع بدو الكعابنة على الطريق الواصل بين رام الله وأريحة طريق المعرجات في أريحة هنا حيث جاء الاحتلال أكثر من مئة جندي احتلال جاءوا صباح الأمس وهدموا بيوت الصفيح التي تعيش فيها العائلات الفلسطينية في هذا المكان أيضا هذه العائلات تهجر من مكان لمكان من قبل قوات الاحتلال واليوم جاءوا وهدموا أو بالأمس جاءوا وهدموا بيوت الصفيح التي يعيشون فيها، سنتحدث مع احدى الساكنات هنا او السيده ام عوده اول شيء يعطيك العافيه. الله يزيدها خالتي ايش اللي صار مبارح مبارح الساعه 11 ما شفنا غير منا. كل الجيش، كل الدنيا ما مخلين قوه جايبينها. هدونا شو بدنا نسوي؟ هدوا بيت ولادتي وبيت غنمنا وكل وزين وزينكو وكل شردونا كل كنا شردين. صادر يعني صادر حملوا كلش كلش لحد فراش حملوه. الثلاجة الخزان جرار الغاز كل شيء دائما بيرحلوكم من مكان لمكان زمان يرحلون بس هدد ما رحلونا من مكان لمكان زمان من مكان لمكان يرحلونا بس هدد ما هدونا الا المره هاي رحلونا من مطرح لمطرح طيب وبعد ما هدوا شو صار انتوا ضليتوا بالشمس كل الوقت طبعا من درجه من الحراره امبارح من امبارح من الساعه 11 واحنا في الشمس ما نقعين في الشمس الا يومنا بعد يمكن الساعه 10 يوم انا مجبرنا خيام ما ضربني انا الساعه في الليل طب الاحتلال بده يرحلكم من هاي الارض اه بده يرحلوا ترحلوا؟ وين بدنا نرحل وين نحط؟ وين بدنا نحط؟ شوف أنا مكان بحطونا فيه ثبتونا فيه والله ما ادري وين نحط طب يعني أنتوا كل ما بهدموا لكم راح تبنوا وين ما بيرحلوكم راح تروحوا؟ وين ما تروح؟ بيرحلونا نحط هناك ويرجونا يرحلونا من هناك لنا سنين مش سنه زمان زمان وهم من مكان لمكان الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. فيك معنا كمان الطفل خالد، خالد كيف حالك؟ الحمد لله. خالد احكي لي شو صار مبارح في بيتكم؟ هتو... انت كنت مروح من المدرسة أنت كنت مروح من المدرسة؟ آه تمام احكي لي شو صار شفتهم وهم قاعدين يهدوا فيه بس يهدوا فيه و... وصادروا اختونا و... وخذوا و... ايش عملوا باغراضك؟ <تبع> طب انت شو حسيت لما جيت لقيتهم بهدوا في البيت؟ احسنت شيء طب هلا هم بدهم يرحلوكم من من هون، يعني هم بيجوا بهدوا البيوت عشان يرحلوكم، انتوا ايش رح تعملوا؟ مش <تبع> مطرح <تبع> يرحلونا في وين نرحلو؟ شكرا يا خالد يعني خالد أحد الأطفال الذي ربما لا تسعفه الكلمات لكن وصل من عاد من مدرسته إلى التجمع ليجد بأن الاحتلال يهدم منزله ويصادر غالبية <applause> ال... <applause> نعم غالبية الأغراض أيضا يعني أثناء عودتهم من المدرسة كان في <applause> نعم ما ما سمحوا لهم يفوتوا والله ما سمحوا لهم غير أنا تدخلت مشي حد من جبل من هناك وجنود ردوهم ردوا من هناك ردوا من هنا ونردوا من هنا كان في أكثر عدد... من مئة إلا أخذوا عددهم قالوا لي قديش عددهم قلت لهم عشرة تسعة خربط قلت تسعة عشرة ويالله دخلوهم كلهم مواضع كلهم كلهم مدرسة التحدي هان بس يجوا على طريق الخط <applause> يعني حتى الاطفال لم يسلموا حين عادوا الى عائلاتهم كان الاحتلال يحاول يعني يحاول منعهم من الوصول الى عائلاتهم ايضا سيد سالم نعم يعطيك العافيه يعطيك العافيه نعم سيد محمود تحكي لنا يعني امبارح هدم الاحتلال بيوت صفيح يعني هي مش بيوت طوب او بيوت يمكن ذات مواصفات عاليه ولكن حتى هذه يلاحقهم الاحتلال اللهم صل على سيدنا محمد امبارح تفاجئنا فيهم بين الساعه 11 والساعه 10 ونص بدون سابق انذار يعني عاده الاحتلال من هنا وقدام كان يعطيك اختار شهر شهرين تراجع فيه الاداره المدنيه امبارح اول مره اجونا في واحد ستة صوروا وما اعطونا اي اختار اللي نراجع فيه الجهات المعنيه ففجاه اكثر من 100 جندي كانوا اه مدججين بالاسلحه طبعا مع اه اليات مع اه سيارات يعني منفات بترفع البيوت حملوا صادروا كل ما تملك شوف زمن ما انت يعني اربع عائلات تسكن في هذا المجمع أه لا سلم فيهن بركسات الغنم اخذوهن بركسات العائلات كانت من الزينكو اخذوها خزانات المي اخذوهن الكهرباء اللي نصها مساعدات من الجمعيات صادروها اولاد المدارس اللي مروحين من المدارس منعوهم يدخلوا المجمع اثناء الهدم رموا شنتاتهم يعني عيني دمعت ما شفتهم الحجه هاي كان ما سكر وما ضغط كانت مربيه بكل انا بدي اسعفها انا زلمه كبير بدي اسعفها اطردوا كل الشباب ما خلوا حدا يصور بالتلفونات الا من بعيد الصور كانت منكولة من بعيد فعذبونا عذاب الله اللي بيعلم فيه امبارح كان يوم مرير عنا امبارح لل11 في الليل لما جابوا لنا هيئه الجدار الخيمتين اللي شايفين الاربع علات خيمه منهن زي ما انتم شايفين للرجال وخيمه للنساء انه درجة الحرارة في هذه المنطقة جداً عالية جدا, عالية جداً يعني كيف قضيتوا نهاركم تحت الشمس؟ والله كان والله ما عندنا وانا صادق عند ربي مية ما في، السياج لغنمنا في الليل ما في، يظلوا نحرص عليها للصبح. للساعه 11 في الليل من اجنا البيوت هذول بعد عناء ولحد الان احنا العلاج زي ما انت شايفها بالعراء لا في ظل لاولادنا ولا لحلالنا. والوضع احنا فيه يعني نحسد عليه ما شاء الله زي ما انت شايف اختي طب الجهات المسؤوله مؤسسات حكومه حد سال فيكم اليوم بس اليوم يعني قبل ساعه اكثر من جهه اجوا سجلوا طبعا شو الاضرار وشو اللي صار وامبارح اجونا بعد ما الهدم بساعه اجونا اجانا الجدار واللي الدولي لكن الخيام تاخرت في الوصول تاخرت في الليل نعم توصلت في الليل طب رسالتكم اليوم للجهات المختصة المعنية أنه أنتم هون اه متواجدين والاحتلال رحلكم من أكثر من مكان اليوم بيهد بيوتكم والله يا أختي إحنا إحنا اليوم إحنا نبحر لبكرة مش لليوم بكرة يعني حتى لو بدنا نبني اليهود ورانا والتنظيم ورانا مش مخلينا ما إنا, ما انا مكان يعني ما فيش مكان نلجأ إليه ان منطقه بي ان احنا ما ان منطقه بي فيها زي ما بقول هذه ارض اسرائيليه كل مطرح بنروح عليه اسرائيليه كل ما نحرز زرعات باخذون اسرائيلي والمستوطن زي ما تقبالنا تقرا في الكاميرا تصور المستوطن قبالنا وبتشمت فينا وبتفرج علينا وهم يهدونا وزي ما انت شايفه يعني اليوم بيتنا بجوز بكره بجوز بعد ساعه بجوز ساعتين كمان الخيام اللي اجينا راح يصدروه المستوطن كمان بيجي وبدا يقوم في كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم المستوطن كل يوم المستوطن بيضايقنا يعني نقدر نخليك تتصوري وتتفرج على المستوطن انت بتحكي بتقول هذا بيت بدوي بيت شعر وهو مستوطنين اللي فيه والابكار هاي والحلال اللي عندهم مشان يهجرونه وهم بيحكوا احنا جايين نهجركم مش جايين نرعى حلال ولا اليهود مقصرين يسووا مزارع بس هذول مشان يهجروا البدو المهمشين في العراء اللي ما حد سائل عنه كل يعني مناطق من حضارات الضفه الغربيه بدهم يعزلوها يكنسوها كنس بدهم مش يخلوا ولا بدوي ولا بدوي في الارض زي ما انت شايفه انسان حتى يشم الهواء ممنوع شكرا لك يعني هذه اللقاءات مشاهدينا من تجمع بدو الكعابنه على طريق المعرجات حيث هنا المستوطن الاحتلال الذي يضايقهم يوميا وهو يتقمص حتى حياه الفلسطينيين سواء بملابسها او حتى بيت الشعر الذي يسكن فيه وربما المار من هنا لا يستطيع التمييز ما بين البدو الفلسطينيين وما بين هذا الاستنساخ للحاله الفلسطينيه يضايقهم يوميا ويتم ترحيلهم تم ترحيلهم اكثر من مره من اكثر من مكان بدعوى ان هذه الارض اسرائيليه. أو تابعة لإسرائيل، هذه الأرض المصنفة مناطق جيم حسب اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، والتي يمنع على الفلسطينيين، يمنع الاحتلال على الفلسطينيين التواجد فيها أو زراعتها أو حتى السكن فيها، وبالتالي يلاحق البدو الفلسطينيين وهم من المهجرين عام 48 الذين خرجوا من أو أخرجوا من بلادهم، وبالتالي لم يعد لهم من الأرض سوى هذه المناطق التي يتنقلون فيها ويحاولون الثبات فيها مهما كلفهم الأرض تبلغ مساحة مناطق ما يقارب نصف مساحة الضفة الغربية التي يسعى الاحتلال لضمها و يعني أخذها لصالح الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من هذه المساحات الواسعة هذه هي الجولة مشاهدينا كانت من تجمع بدو الكعرنة الذين هدم الاحتلال بيوت الصفيح الخاصة بهم ويلاحقهم بالتهجير من مكان لآخر